جديد الترحاب بكم وفقرة من يهم هو اليوم. الأمر اليوم تحمل عنوان الإدمان الإلكتروني. نسعد جدا بالأستاذة شيماء كمال، هي اختصاصي نفسي، للحديث في هذا الموضوع. مرحبا بك أستاذة شيماء. أهلا ومرحبا بك أخ الصفاء، سعيدة جدا أنا اليوم أكون على قناتكم 24 سودانية 24. غناء بجد يعني جميلة جدا مما بدت الغناء دي، أنا يعني كنت سعيدة بها وشايفة إن فيها حاجات كثيرة مختلفة، أتمنى إني أنا أفيدكم فيها. الله يديك العافية إن شاء الله، وتحية لأستاذة صفاء هي لعدة فقرات اليوم ولمن يهمه الأمر والحديث عن الإدمان الإلكتروني. أستاذة شيماء، بداية خلينا نتعمق أكثر وناخذ إضاءات عن ما هو الإدمان نفسه. طيب نحن بصورة عامة لما نجي نتكلم يعني عن الإدمان نعرفه بصورة عامة، الإدمان يعني هو التعود على شيء ما بصورة مبالغ فيها، يعني سواء كانت هي مخدرات، سواء كانت هي حاجات يعني تعود على أشخاص، تعود لكن تعود شنو؟ تعود مبالغ فيه. يعني ممكن الإنسان يكون متعود على حاجة لكن يصل لحالة الإدمان، الصورة المرضية في حالة إنه هو يكون الحاجة مبالغ فيها. يعني نعم، يعني علاقة الإدمان بالسلوك، سلوك الفرد بسلوك الفرد. عنده علاقة، عنده أكيد علاقة. طيب الإدمان سواء كان بأنواع مختلفة يعني بيأثر أكيد في سلوك الفرد. مثلا في الحالة دي نحن ممكن نتطرق لأنواع الإدمان اللي هو الإدمان في الإدمان على مثلا المخدرات. نعم. أكيد بتأثر على سلوك الفرد لأنه بيتعاطى مواد مختلفة، بيتعاطى دراكس مختلفة، بتأثر في سلوكه، في مزاجه، في تصرفاته مع الآخرين، في البيئة المحيطة به، في الأسرة، في المجتمع. سواء كان تاني برضو إدمان مثلا في نوع جديد من الإدمان برضو مثلا إدمان الإلكتروني مثلا برضو نوع من الأنواع الجديدة اللي حس ظهرت في الآونة الأخيرة، فهي برضو نعرفه أكثر. طيب الإدمان الإلكتروني في نوعين يعني من الإدمان الإلكتروني، في إدمان على المواقع بتاعت الدردشة مثلا، الإدمان على المواقع بتاع تكات ومثلا فيسبوك واتساب كده، في إدمان نوع جديد كمان يعني ظهر في الآونة الأخيرة يعني هو موجود من تقريبا سنة 1839 بيسمى بالإدمان المخدرات الرقمية. دي هي نوع يعني من الموسيقى اللي هي بيستمع لها الشخص المدمن، ممكن يكون في الأول بصورة غير إرادية، يعني نوع معين من الموسيقى بيسمعوها بيخدوها على سماعات على أذنهم، فبعد ذاك هي بتعمل بطريقة معينة. بمرور الزمن واستماع الكثير ممكن يلقى الفرد لا شعوريا أنه هو بيقى مدمن لها. نعم، لأنها هي بتعمل بطريقة معينة. نتعمق أكثر فيما يخص المخدرات الإلكترونية أكثر، هو واحد من أشكال الإدمان الإلكتروني. لكن عشان كل أسرة الآن متابعانا، أم وأبو وناس كبار في الأسرة يتابعوا، يعني الإدمان خصوصا بيكون عند الأطفال المراهقين أكثر، هم البيع يعني بيحملوا اللوحات الإلكترونية وكل ما يخص الانفجار التكنولوجي ده. خلينا نتكلم عن الإدمان الإلكتروني نفسه، إنه نستطيع أن نقول الشخص ده مدمن 200، يعني عدد الساعات المفروض الشخص يقعدها على المواد على الحياة الإلكترونية دي كم؟ طيب أنا أقدر أحدد إنه أقول إنه الشخص ده هو مدمن إلكترونيا 200 لما يتعدى هو يلاحظ لنفسه إنه بقى بيقعد في المواقع الإلكترونية والمواقع بتاعت الدردشة في الأسبوع ما يزيد عن 20، يعني يزيد عن 20 ساعة في الأسبوع الواحد، معناته أنت في خطر وأنت ماشي يعني تندرج في الغايمة بتاعت المدمنين لا شعوريا. في دراسات اتعملت يعني على انه الزول كيف يعرف نفسه انه هو مدمن الكترونيا، في دراسات بتقول انه لازم تصل ل 38 ساعة في الاسبوع. فناس قالوا المؤشر الاول ال 20 ساعة في الاسبوع، بعد ذاك انت تعرف نفسك انك انت مدمن كيف. طبعا الادمان هو تعود، والتعود المرضي او التعود المبالغ فيه يعني انت لما الحاجه دي تفقدها بتحس بها في فرق، الفرق بيظهر في سلوكك، في مزاجك، في تصرفاتك، في تعاملك مع الناس الاخرين. يعني مثلا اذا انت النت فجاه الشبكه ما توفرت، انت حتكون كيف؟ المزاج بتاعك حيكون كيف؟
حتكون مكتئب، حتكون قلق، حتكون زهقان، حتكون ناقصاك حاجه بالتاكيد. ناقصاك حاجه. نعم. الحاجه دي ناقصاك، هل انت بتقدر تتحكم في الحاجه دي ناقصاك وعادي حتعيش حياتك، ولا انت حتكون مؤثره على انك انت ممكن ما تمشي مثلا الدوام بتاعك، ممكن انت مثلا ما تمشي المدرسه اذا كان طالب، خاصه انه في الشريحه بتاعت الموهوبين، او انك انت تكون ما مركز مع الناس اللي حوالينك، بتكون انت يعني زي فقد الماده لما يجي في 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 التعاطي، في حاجه ناقصه وانت ما قادر تتاقلم على عدم وجودها، ما قادر تتجاوزها كده. هنا بتقدر تعرف نفسك انك انت فعلا اصبحت مدمن الكتروني. ثاني حاجه مهمه جدا، يعني انت تعرف نفسك انك مدمن الكتروني، الانفصال عن عن عن, عن الواقع والمحيط اللي حوالينك. يعني في الشريحه بالذات بتاعه المراهقين بتلقى انه مثلا المراهق بيميل لانه يكون موجود براه دائما، هو دائما يعني بيكون مع الاجهزه الالكترونيه بتاعته، سواء كانت العاب، سواء كانت مواقع بتاع الدردشه، سواء كانت، يفضل انه يكون منعزل، يفضل انه يكون ساكت مع الجهاز بس اللي هو بيستخدمه كده. فبتلقى انه الانشطه الاجتماعيه هو ضعيف وجوده فيها، ده مؤشر كبير على انك انت اصبحت فعلا مدمن، انعزل. استاذ شيماء، الاسباب اللي بتؤدي الى الادمان الالكتروني؟ طيب، الأسباب اللي بتؤدي للإدمان الإلكتروني أسباب كثيرة، في منها أسباب نفسية، في منها أسباب بتجي بصورة غير مباشرة عن طريق التعود. طيب، الأسباب النفسية، الأسباب النفسية زي شنو؟ المشاكل الأسرية مثلا، ممكن يكون مثلا المراهقين أو الشريحة بتاعت الشباب يكون في مشاكل أسرية، ويكون في تفكك أسري، يكون في حاجات كثيرة في الأسرة ما واضحة بالنسبة له، فهو بيحاول إنه يهرب من الواقع بتاعه إلى واقع خيالي، أو إلى واقع هو بيلقى نفسه إنه هو مرتاح فوقه. فبيبدأ إنه عشان هو يهرب كده بيبقى يخش في المواقع شوية شوية، بيندمج فيها شوية لحد ما يلقى نفسه إنه هو يعني بقى في تبع الشريحة تحت الإدمان. ثاني حاجة إنه التيسير، يعني الشبكة العنكبوتية يعني بقت متاحة يعني لكل فرد، يعني زمان المعلومة عشان حد يصل لها بإنه يفتش كتب، يمشي مكتبات في كده، فهذه بقت متوفرة. أصبحت متوفرة الهواتف الذكية كمان، في متوفرة الهواتف الذكية، وبعدين يعني مع التطور التكنولوجي بقت متاحة جدا، يعني حتى للأسف يعني في المدارس في كده، فبهدف طبعا في المدارس بتكون إنه يكون في تطور، وإنه يشتغلوا بها بصورة إيجابية، تعليم إلكتروني. فإذا ما بقت يعني في رغبة على الحاجه دي، بتلقى انه شنو الناس بقت يعني بالذات الطلاب انه بيجوا يستخدموها استخدام سلبي. فهي بقت متاحه، ممكن نقول في المدرسه بيكون في مراقبه، بيكون في مراقبه، لكن احنا بندعو الاسره انها تتابع اكثر، الاسره ذاتها اذا بقت ما في متابعه حتى للمواقع اللي بيخشها المراهق، حتى يعني الاشياء اللي بيتصفح عليها، على الافلام اللي بيحضرها، على المواقع، بتبقى مشكله كبيره. يعني حياه كثيره جاذبه للادمان الالكتروني. أكيد. لو تكلمنا عن اشكال الادمان الالكتروني، تكلمت عن المخدرات الرقميه، واحنا عايزين نقف فيها، وهي سلاح ذو حدين، لكن احنا عايزين نوعي الاسره انه في حاجه اسمها مخدرات رقميه. ممكن يكون نوع من انواع الادمان، انه زول يقوم من الصباح يمسك الجهاز اللوحه بتاعه ويقعد عليه، وبعد زي ما قلت 20 ساعه ل 38 ساعه، ده يعتبر ادمان. لكن المخدرات الالكترونيه في السابق كان في علاج بالموسيقى عبر يعني الحياة الإلكترونية دي، لكن الآن أصبح في مشكلة بتاعت مخدرات إلكترونية. خلينا نتعمق فيها أكتر، ونوعي الأسر أكتر إنها كيف تبعد أولادها من المشكلات دي. طيب، زي ما أنت قلتي يعني هي سلاح ذو حدين، زي ما طرقتي برضو، لأنه كان في السابق يعني بدأت العلاج عن طريق الموسيقى بالذات في الأمراض النفسية. تقريبا من عام 1970 بدأت الحاجة دي في العالم العربي، فبيجوا يستخدموها للمرضى النفسيين على أساس إنها بتعمل على يعني تهدئة وتغيير المزاج للمرضى النفسيين، خاصة المرضى اللي بيرفضوا التعامل مع الأدوية، اللي بيرفضوا التعامل مع الدراكس اللي بتدي نفس النتيجة اللي بتديها الموسيقى. فهي طبعا سلاح ذو حدين، السلاح النافع، الجزء النافع فيها في حالة استخدامها كعلاج، بتستخدم عن طريق الرغابة الطبية وبطريقة معينة وبزمن معين، وبتكون يعني معروفة. لكن نجي للجانب السلاح، الجانب الثاني، الجانب الثاني انه يعني الفرد بيكون ممكن ما عارف نفسه انه والله انا
يعني بقيت اني ممكن ادمن الحاجه دي او انه الحاجه دي ممكن تاثر عليه. فتحت المواقع مثلا فتحت اليوتيوب فكتبت اي نوع من انواع الموسيقى اللي دائما بيحبوها الشباب مثلا اذا سواء كانت روك او جاز او كذا فاستمعت للموسيقى. انت ما عارف المدى بتاع عمل الموسيقى دي انها هي بتعمل شنو في الذبذبات الكهربيه في الدماغ بتاعك بتاثر على الاعصاب بالتالي ايوه نعم. فانت بتاخدها بتستمع لها ممكن في الاول انت حبيتها بعد شويه بتلقى نفسك انك انت ثاني دار تسمعها انت تاني دار تسمع ليه انت تاني دار تسمع وتاني دار تسمع لانها هي عملت بطريقه يعني برمجه معينه في العقل بتاعك انت ما مدرك بها اللي هي انه الموسيقى في المخدرات الرقميه يعني بتعمل بطريقه معينه يعني مثلا بتلبس السماعات بتكون في نوع يعني من السماعه بتجيب لك صوت عالي والحاجه دي هسه ملاحظه وفي نوع من السماعه الثانيه بتجيب لك صوت مثلا منخفض انت بصوره كده يعني عاديه بتقول والله يمكن السماعه تكون بايظه او يمكن او يمكن لكن هي الاختصاص بيقول على لفت رايت ايوه نعم. لكن هي اصلا مقصوده عشان هي حتعمل برمجه معينه بالصوره دي وحتقوم تؤدي الى خلل في الموجات الدماغيه بتاعت الدماغ الكهربائيه فبتلقى انه مثلا اذا ما خشت الصوت بصوره موحده بتيجي بتلقى انه يعني في اضطراب الاضطراب اللي حصل ده عشان يوازنوا ويعالجوا الدماغ بيقوم بيولد له موجه جديده في النص الموجه الجديده اللي حيولدها دي هي اللي بتؤدي الى العمل بتاع شنو بتاع الادمان الاحساس اللي انت عايز تحسه الاحساس بالاسترخاء الاحساس بكده الحاجه دي بتكرارها بترهق الدماغ بتاثر في الخلايا الدماغيه بتاثر في الكهرباء بتاعت الدماغ لحد ما ممكن تؤدي للوفاة يعني في أخطر الحالات نعم لكن هل يعني عشان احنا نكون برضو ناخد ان الناس تخاف منها وناس تعمل حسابها في نفس الوقت هل كل المواقع في الموجات تحت المخدرات الرقمية وهل هي فري على الانترنت ام هي بتتباع يعني طيب هي ما كل المواقع ولا كل الموسيقى يعني حتى بأنواع الموسيقى ما ممكن أقول لك أنا مثلا كل موسيقى الروك هي عبارة عن مخدرات رقمية لا هي في مواقع محددة يعني بتكون عارفينها مثلا يعني بتمول للحاجة دي للأسف وما في رغابة يعني عليها دي المشكلة هنا يعني حسي إذا أن في حد عايز يخش النت بيخش النت وبيكتب اسم الموقع وكذا في بعض الناس بيستخدموها كتجارة بتكون برسوم معينة وبكده متداولينها لكن ما قادرة تصل لحد الآن يعني في آخر حاجة وفي آخر الأخبار إنه يعني الدولة ما قادرة تصل لإنه يعني تعمل رغابة وكنترول على الحاجة دي بدت تقريبا من الدول العالم العربي بدت في لبنان والسعودية في حالات رصدت يعني في حالات أي رصدت في حالة بتاعت وفاة كانت في السعودية في سنة 1970 بدري جدا احنا هنا تقريبا بدت يعني دخلت السودان من عام 2012 يعني هي دخلت ايوه مؤخرا لكن يعني في اخر الاخبار يعني اللي عارفاها عنها نوه بيها دكتور علي بردو فانه قال انه يعني في حاله هو كان متابع حالتها فهي مدمنه للمخدرات الرقميه للاسف فيعني حتى هو كان يعني بيتاسف على انه خايف يجي زمن من الازمان يبقى انها دي مشكله الناس ما قادره تتحكم فيها وفي نفس الوقت ما في وعي للاسر لانه هي دي هي مشكله يعني نعم. يعني ممكن تكون الاسره شايفه انه ابنها بيسمع في موسيقى عادي نعم. تحية دكتور علي بردو احنا الان يعني جبنا سيرته في انه متابع حاله وتحية الاعمال اللي بيقوم بها دكتور علي بردو ودعوه لكل الاخصائيين يعني يكونوا متابعين بدقه ما يخص الادمان الالكتروني عايزين نتكلم عن سريعا عن الاثار الناجمه للادمان الالكتروني وخصوصا شريحه الاطفال والمراهقين وخصوصا صحيا يعني بعد ذلك ارشادات لهم دكتور بالنسبه للارشادات يعني انا بنصح اكثر حاجه الاسر في انها تكون غريبه جدا من ابنائها تكون غريبه من اطفالها خاصه الشريحه تحت المراهقين تكون في وعي بالمناطق المواقع اللي بيدخلوها اللي بيتصفحوها صحيا على صحه الطفل بتاثر في ادراك الطفل بتاثر في تركيزه الحاجه دي ملاحظه يعني حتى على مستوى المدارس بتلقى انه كثره المشاكل بتاعت عدم التركيز كثرة المشاكل بتاعة التدني التحصيل الدراسي يعني كثرة المشاكل بتاعة
الخمولة الزائد، في مشاكل كثيرة سلوكية ونفسية ظهرت في الآونة الأخيرة. فدائما الناس ما عارفين هي سبب شنو، تقريبا هي السبب الأكبر لها الحاجة دي. بتمنى انه يعني الاسر يكونوا اكثر وعي في الموضوع بتاع المخدرات الرقميه بالذات والالكترونيه، ويكونوا قريبين من ابنائهم، دي اكثر حاجه، ويقدروا يدمجوهم في انشطه اجتماعيه مختلفه. يعني للاسف هسه في الاجازه الاسر، يعني بعض الاسر بتشجع الحاجه دي، اول ما جات الاجازه بتلقاهم انهم جابوا لهم مثلا يوفروا كل حاجه الكترونيه، البلاي ستيشن كده، الدايرين تاب دايرين، فهم بلبوا لهم طلباتهم على انهم هم طبعا يعني الحاجه دي ترفيه لهم. نعم. لكن ما عارفين مدى خطوره الحاجه دي لقدام. نعم استاذ شيماء كمال الاختصاص النفسي، يعني سعدنا جدا اليوم بالحديث معك عن الادمان الالكتروني، شكرا لك كثير. مرحبا بك، شكرا لكم، وانا يعني سعيده جدا اني يعني اتيحت لي فرصه اني اتحدث عن البرنامج بتاع الادمان الالكتروني. نعم بالتاكيد نحن نتمنى لكم التقدم دائما يا اللهم امين. اذا ده كان ملف الادمان الالكتروني اللي فتحناه فيه لمن يهمه الامر، دعوه بدايه للدوله للمراقبه خصوصا فيما يخص خطر المخدرات الرقميه والحفاظ على شبابنا، ودعوه للاسر في متابعه اطفالها ومتابعه الشباب في انهم يبعدوهم عن الادمان الالكتروني. بعد الفاصل نواصل فقره صباح السودانيه.